في متاعب كل غايب في الغربة تجرع لمره من تغرب وفارق أسرته والأقارب كم تعذب ويسهر في غيابه وهجره راحته غايبة منه من الأهل غايب ما يذوب السلاء لو كان في خير عشرة. قصيدة كلمات محمد جمال ناصر الملاحي من أهالي ملاح رداع، وهذه القصيدة بعنوان حالة المغترب، كما يهدي تحياته لأهله وأصدقائه بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. يلحنها فايز أبو شمس عزفاء أبو خليل عبد الفرحان وأيقحا زبيد بن عبد الفرحان. تسجيلات الفايز أبو شمس دمار خط الحدا جوار مبنى المحافظة الجمهورية اليمنية. تحياتنا الأخ أبو عزام السيكة. كم تعذب ويسهر في غيابه وهجره راحته غايبه من هو من الأهل غايب ما يذوق الصلاة لو كان في خير عشره. أعتقد ما حدا في غربته عاشر أغب كل واحد وفي قلبه متاعب وحسرة من سراح من بلاده عاش متعوب غاضب حالته كل ساعة في متاعب وعكرة لكن الصبر عند المغترب صار واجب والذي يشتي الحالي فيصبر بصبره. لليمان حيث ما أطرح أسرتي خير أسرة في ملاح الأبية دي لها القلب حابب ديرة العز راسي منها زاد فخرة سلم الخط للوالد رفيع المناصب فارس القبيلة الله يطول بعمره. افتخر فيه واتشرف بصيته وذكره قبله قدر عالي في جميع المراتب عند كل البشر مرفوع عزه وقدره يستحق الوفاء مني مع شكر عادب واحترامي وتقديري صلاه بكثره. واحترامي وتوكلي
كثرة كم على شاننا ذاق التعب والغلايب واعتلى دائما فينا بسعده وخيره بلغه بالتحية هو كل الحبايب واهدى له يا رسولي عطر غالي بسعره كلها القلب منك بعده في النار لهب كل ساعة وذكره في خيالي وفكره في مجال الوفاء والجد ينفح بعبره أنت مقدام تشهد لك جميع التجارب لك في القبيله والعرف حكمه وخبره أنت حققت لي يا به جميع المطالب ربنا يرزقك بالخير من فيض بحره ربنا يرزقك بالخير من فيض بحره والطلب في طلبتك نال كل التجاوب في رسالة وزدته فرحتي والمسرة أشكرك شكر وافي قد مزن السحايب وادعي الله أن يكسي زمانك بيسره طاعتك دائما واجب وسنه وصايب والذي ما يضيع الأب يبشر بخسره والذي ما يطيع على أب يبشر بخسره أنت رزحي ودرع الظهر من كل جانب وأنت مصباحنا والنور في كل غدرة واشكر أخوالي أبطال رمز الكتايب أدعي الله ينصرهم بعزه ونصره خالي أحمد كبير الجهد ذيه مناوب في بريطانيا صابر لبرده وحره
كل واحد وهو في الوقت محتار بنره ليت صنوي عماد عايش وجنبي مواكب كان لازم يشد أزري وانا شد أزره كان لازم يشد أزري وانا شد أزره بس موته وفقدانه علي نوايب ربنا يرحمه لا وسط لا حده وقبره والفصل لي على المختار ما المزل ساكب خاتم الأنبياء من يذكره زاد أجره خاتم الأنبياء من يذكره زاد أجره تواصل مع فايز أبو شمس على هاتف 771-69-4-0-9-0 أو 711-11-5-0-4-9-0